كتبنا على الفيسبوك خبز الله، وطلبنا من أصدقائنا أنهم يقولوا تعليقاتهم على الاسم ده. تعالوا نقرأ مع بعض بعض التعليقات. كرولوس مجدي بيقول كلمة الله أو بركته. مريان جورج بتقول شبع روحي وليس جسدي لأن الله روح. رائد وديع بيقول الكتاب المقدس. ماريانا نادر بتقول هو يسوع الخبز النازل من السماء. منار مانويل بتقول جسد الرب. ماريانا رؤوف بتقول شبع حقيقي. دي كانت آراء الناس وتعليقاتهم على الفيسبوك عن خبز الله. تعالوا نعرف أكتر الكتاب المقدس بيقول إيه. هو مين؟ خبز الله، اسم من أسماء المسيح خبز الله، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم، في يوحنا 6:33 و35 و48 كلمة خبز الله اتذكرت 3 مرات وكلها في يوحنا 6. اتذكر الاسم في الآية دي مع كلمة الواهب حياة للعالم. المسيح بيعلن عن نفسه أنه الخبز النازل من السماء، وزي ما الخبز بيحتوي على الغذاء كمان السيد المسيح بيتضمن في ذاته مصدر الحياة السماوية ولوازم الغذاء الروحي اللازمة لينا لغاية لما نشوفه في الحياة الأبدية. خبز الله النازل من السماء بيديني حياة، اللي هي في الكلمة الأصلية اسمها زوي مش حياة بيوس. طب إيه الفرق؟ بيوس دي دايما بتتقال على أيامك على الأرض، عدد أيام، أما زوي اللي هي الحياة بملئها، هي اللي بيديها المسيح هنا في الحياة على الأرض والحياة الأبدية. حياة فرحانة، حياة مليانة سلام بالرغم من الظروف، حياة مليانة سعادة بالرغم من الضيق، حياة في نمو مستمر من كل جهة، روحية نفسية جسدية مادية، وفوق الكل حياة أبدية ما تنتهيش معاه. إن كنت أشتاق للعشرة معاه ولي معاه على الأرض علاقة وثيقة يومية هاخد الحياة دي. وعلى عكس كده تلاقي واحد مش عايز ولا بيهتم انه يكون له علاقة يومية مستمرة مع المسيح ولكن عايز يعيش في السماء. ما حدش يقدر يعقلها دي. هل انت تظن ان الله يرضى ليك انت المهانة دي؟ واحد الانسان مش عايز يعيش مع الله يوم يعيشه بالعافية طول الابدية مع واحد ما بيحبوش، ما بيحبش يقعد معاه كل يوم، ما بيحبش يكون له علاقة معاه طول اليوم؟ الله مش هيقبل لك المهانة دي، فهيخليك ما تعيش الأبدية معاه. في شخص ما اختارش المسيح منقذ لي من إبليس، شخص لم يختار المسيح سيد على حياته، مخلص لي من خطاياه، ولا مخلص لي من إدمانه أو من كذبه أو من كبريائه أو من نميمته أو من ضعفه أو من استغلاله للي حواليه. إزاي يتخيل أن المسيح هيفرض عليه نفسه طول الأبدية؟ صدقني مش هيعملها. حتى لو استبدلت اختيارك للعشرة مع المسيح بخدمتك وتبرعاتك للكنائس وعمل الخير وبتوزيع أموالك على الفقراء وباشتراكك في فرق التسبيح، حتى لو استبدلت قبولك للمسيح باتخاذ مركز مرموق ليك في الكنيسة، حتى بالوقوف على المنابر، مش هتتناول خبز الحياة، الخبز النازل من السماء الرب يسوع، لو مش هتؤمن بيه مخلص شخصي، مالكش مكان في ملكوت الله أو في الحياة الأبدية، حتى لو كانوا الناس بيعظموك أكبر تعظيم. بحبك وبقولك اغتنم الفرصة دلوقتي، تعالاله دلوقتي، ابتدي معاه دلوقتي، المسيح معاك.